وأمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حرف الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له بطانه الصالحه ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين والى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من اليه المرجع يوم المعاد. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبلها إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك اعمالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.